الورد هو أجمل موسم عندنا. وعم تحكي بالورد، في شيء أجمل من الورد؟ يعني هو أجمل شيء أو أجمل موسم بتختص في ضيعتنا هو موسم إيطاف الورد. حلو إنه بتعمل موارد وبتشتغل وبتعمل نشاط مثلا بكير، بس مش حلو الأسعار، ما أنا منيحة أبدا. يعني ما بتطلع بأجار العمال، إذا واحد عنده عمال إذا بده يحط أسمدة وهيك شيء ما بتطلع شيء، خاصة بهالأيام الصعبة.